السعودية وصلت إلى منتصف طريق رؤيتها 2030، هذا ما أعلن عنه وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم. قبل 7 سنوات بدأت المملكة بتطبيق رؤيتها، واليوم تتجه إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، تعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري. المملكة حققت أسرع نمو اقتصادي لعام 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً ب 5.6%. النشاط غير النفطي يشكل 51% من الناتج المحلي، أي أكبر من اقتصادها النفطي. المملكة تحولت منذ مطلع 2024 إلى قبلة للشركات العالمية، وما زالت تقود تحالف أوبك بلس لتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية بموازاة مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.